رغم كل النجاحات التي يحققها سعد المجرد في مسيرته الفنية والمعجبين الكثر التي يتراوح عددهم على صفحته على انستغرام 13.7 مليون متابع، إلا أنه لا يزال يتعرض للانتقادات والهجوم من طرف فئة من الجماهير. وآخر الانتقادات التي تعرض لها سعد المجرد كان بسبب مقطع فيديو نشرته الراقصة لورديانا على صفحتها الرسمية وهي ترقص على أغنية عد الكلام، والذي جعل هذه الأخيرة تستعرض للانتقادات وتتهم بأنها تساند سعد رغم معرفتها لنوعية القضايا التي تورط فيها سعد. لتنفي هذه الأخيرة الخبر وتعتذر من الجمهور وتخبرهم على عدم معرفتها لسعد ولا للقضايا التي تورط فيها، وأنها أنزلت الفيديو فقط نزولا على طلب من أحد المعجبين.